سالو مي شيخ زلال جيسبيغ كو فو زالي بيان دونك بالنسبة للامتحان الجهوي شفت هاد البرودكسيون كتعاود بزاف الامتحانات الجهوية وخطا كبير كديرو انكم كتبقاو <applause> تراجعو غير الجهه ديالكم هنا كتحيدو لكم داك الفرصه ديال انكم نهار الجهوي طيحو في امتحان تكونوا خدمتو حيت الامتحانات الجهويه غير كيتعاودو مشي كيتعاود فوطوكوبي وانما لي برودكسيون ديالهم كيتهزو كيتعاودو الطريقه ديال السؤال كتعاود يعني ماشي ضروري تتقن من حصر راسك غير فهاديك الجهه ديالك مثلا الرباط ولا طنجه ولا الدار البيضاء كتبقى هكا ما عند كتحيد فرصه الا دابا غادي نخدم معكم هاد البرودكسيون زيت تم امتحان جهوي هنا سبقت لكم برودكسيون حيت ما كنحطش لي برودكسيون آه فهاد المره ديجا خدمه العام اللي فات العام اللي قبل في بلاي ليست كاينين عليه هاد العام كنعطي غير الامتحان الجهوي يعني غير نص الاسئله هما غادي تلقاو التصحيح كامل كاين هنا غادي نشوفو برودكسيون هاد الامتحان هذا ومن بعد غادي ندير لكم فيديو الثاني غادي نعطيكم الكومبريونسيون لونغ ديالو سبقت دابا البرودكسيون يدير لنا سوجي قالك دي سوفونير يعني سوفونير دي بون او موفي <applause> يعني عندك شي سوفونير زوينه ولا خايبه غير غرافي دون لا ميموار دو تو كوليجيان يعني شي سوفونير دي بقات في الميموار ديالك سواء خايبه سواء زوينه ديال اي تلميذ في الكوليج كوليجيني يعني شي حاجه طراتلك في الكوليج كونسين هنا شنو مطلوب منك اون طون كو كوليجيا بما انك تلميذ يعني الف دو كوليج اي دون زان تيكست ناغاتيف فين واحد النص واحد باراغراف دين دوزين دو لين يعني 12 سطر تيغاكونت ان سوفونير غادي تحكي لنا واحد ذكرى سي سيركونستونس تحكي شي ذكرى من حياتك

هادو مع لي كريتير ما ضروره اسكم تركزوا فيهم مزيان غادي نشوفوا هاد لي كريتير ان غيسبي دو لا كونسين ديكريسيغ غادي تحترم لا كونسين يعني باش ما تعتبرش لك نهار الامتحان اللي صحيح لك الاستاذ يدير لك او سوجي خصك تحترم شنو طلبوا منك ثاني حاجه اورغانيزاسيون دو غيسي اي سا كوهيرونس ما تبداش من الاخر وتبدا نيش نفد ديك راوري ضروري دير لنا البدايه لو دابي لا سياسو انيسيال لا كانت شي حاجه خايبه من بعد غادي دير اليمون بيرتورباتور سودان وتبدا تدخل المشكل اللي وقع لك الناس سوفونير تقدر تكون ديك خايبه يعني فيها مشكل كوريكسيون دو لا لونغ بالنسبه للكونجيغازون ضروري غادي تعاودوا لينا في لامبارفي او باسي سامبل تحتارمو الكونجوغيزون يعني لي طون دو غيسي وهاد لو طون دو غيسي راه ديجا خدامه في القناه خصك تبغي لو طون دو غيسي وسميت القناه غادي يطلع لك تراجع شنو هما لي طون حتى تحت حتى في في يعني كيعطيك لي فالور غرامير فوكابولير بونكسياسيون يعني الشخص كامل حتى يعني باش تاخذ النقاط ديالك كاملين هنا غادي نعطيكم دابا ليكزامبل اللي خدمت لكم ديال هاد سوفونير الوغ هنا في لو تيكست جو سوفيان انكور دو لا اذا انا درت البدايه اول حاجه بديتها باش نبين انا راني ماشي اون سوجي بما ان قال لك تانا لهم في البدايه تانا في الدخله قلت لهم مازال هذاك النهار اذا انا نقول لكم شي ذكرى سيتي لو سكو اون اني كوليج بما ان قال لك انت كوليجيان حاجه يعني كوليجي. كوليجي. اذا انا قلت ملي كنت في السابعه

يعني داك النهار فقط فرحانه متحمسه سي تي اون جورني اكسبسيونيل يعني حيت كانت داك النهار يوم خاص اكسبسيونيل جيمي دي زافي نوف لبست حوايج جداد كوم لو جوغ دو العيد يعني بحال نهار العيد كتلبس حوايج جداد اذا هنا دابا درت البدايه غاد غادي نقول شنو هي سوفونير نوت ايتابليسمون اورغانيزا كانت نظمات اون فيت نظمات واحد الحفله بوغ سيليبري لا جورني مونديال دو لا فام يعني باش يحتفلوا باليوم العالمي للمراه اي نوزاليون جوي اون بياس دو تياتر يعني ولعبنا واحد المسرحيه

او بو دان كار دو مارش يعني حكيت بحال اللي درت فلاش عاودت هكا شويه وليت رجعت انني راه كنت يعني بحال اللي انا درت بوز قلت لكم فقط الصباح وعبست ودرت بوز يعني عاود زعما شنو هو هذا السوفونير باش ما طولت بزاف وانا مازال ما هدرتش على السوفونير ونكمل دابا الاحداث يعني او دا بو دان كار دو مارش يعني دابا انا كما علقت ديال ملي فقت انا دابا غاده يعني واحد ربع ساعه ديال اللي مشي باش نوصل ليكول جاريفا ا ليكول يعني وصلت المدرسة جو في توت كونتونت يعني كنت فرحانة دو غوتخوفي مي زامي أنا لقيت الأصدقاء ديالي نو غونتخام أون كلاس دخلنا للقسم يعني كنعاود الظروف الأحداث جو أن بو لو تخاك يعني كان فيه شوية ديال التوتر مي شاكان دو نو ولكن كل واحد منا جوا سون رول أفيك بخيسيزيون لعب الدور ديالو بدقه يعني احساس هو قال لي شنو هما لي سونتيمون انا ما كثرتش قلت شويه لي سونتيمون في البدايه في برومي باراغراف ديال انا فرحانه وعاودت قلت يوم هكا ومن بعد قلت الاحساس ديال جاني لو تراك في داك اللحظه تو سي تي بيان باسي كلشي داز على ما يرام المهم هو بعدا اننا كانت عندنا احتفال نحتفل باليورني مونديال دو لا فام هذا هو السوفونير اللي انا عاقله عليه كان شي مشكل في الكولاج وكان السوفونير بقيتي عاقله لا درت كتبه كمشكل حاجه شي حاجه خايبه لي سبيكتاتور نو يعني بقاو كيصفقوا يعني الناس اللي كيتفرجوا فينا التلاميذ لي زاليف بريزونتي او سي دي زونسيان شونسون يعني هنا دخلت حتى ايفانمون اخر يعني تحكي تحكي تقول اي حاجه

لا بريزونطاسيون دورا 2 اور هنا باش ندير لا la... فينال باش نسالي القصه ديالي هادشي يعني استمر لمده ديال جوج سوايع سي تي اون اكسبيريونس انوبليابل كانت واحد التجربه انوبليابل يعني ما كتنساش انا هما قالوا لنا نكتبو 12 سطر شوفو في البرومي باراجراف نقولو تقريبا كاين ثلاثه سطوره في الثانيه ثلاثه هي سته أه... في تروزيام باراجراف نقولو جوج سبعه 8 تسعود عشره حداش كاين تقريبا 11 وهذاك النص ونص هي 12 نيشان بغيتي تكسب اكثر حتى ل 14 ما غاديش عادي غادي زعما غير ما خصكش تكتب قل من 12 ملي كيقول لك 12 وانت كان مازال عندك بزاف ديال الافكار تكتبهم ماشي مشكل تكتب 12 13 14 حتى ل 15 ولكن ديروا بحساب الدفتر الدفتر ديالك اللي كتكون تموجد فيه الكتابه ما تحسبش داك 12 السطر ديالو حيت الورقه اللي في الامتحان الجهوي داك الورقه ديال التحرير اللي كيعطيكم راه كبيره اذا نقول تقريبا سطر من الدفتر راه هي جوج في ديك الورقه بغيت نقول العكس يعني الا كتبتي جوج سطوره في الدفتر يلا كيديروا لك سطر في ديك الورقه الكبيره اذا خصك دير بحساب هذا الشيء